قبل سنوات سمعنا أن هناك المؤسسات كذلك أو منظمات الصهيونية في العالم شنت حملة شعواء ضد مهاتير رئيس الماليزي السابق، والسبب أنه في مؤتمر عالمي تكلم عن الصهيونية واختراقها للدول وممارساتها وتدخلاتها في الدول، فهبت المنظمات الدولية وقالت أن مهاتير ضد السامية. البعض يعلم أن روجيه جارودي كذلك في عام 82 كتب مقال في الليموند الفرنسية وتكلم فيها وشجب واعترض على الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان، قالوا أنه معاد للسامية. كذلك بعد سنوات عام 98 كتب كتاب روجيه جارودي سمى الأساطير المؤسسة، وكتب فيه وفق دراسات، بل هي كانت يعني رسالة الدكتوراه له، أن الزعم اليهودي للهولوكوست هو زعم مبالغ فيه. فكذلك قالوا أن روجيه جارودي معاد للسامية، بل دخل مسكين روجيه جارودي مفكر إسلامي، هو أصلا مسيحي أسلم، ومع هذا الرجال دخل في دوامة المحاكم إلى أن مات. الغريب كذلك أن بعض الخطباء في أوروبا، ونعرف بعضهم قد زارونا في هذا المكان، بسبب دعائهم على بعض على ممارسات الكيان الصهيوني في اجتياح غزة والمجازر التي كذلك تسببوها لأهلنا في قطاع غزة، كذلك وصفوا بأنهم معادين للسامية وحولوا إلى محاكمات لا زالوا يعانون منها. نواب ألمان يطردوا من البرلمان الألماني وبسبب أنهم أو بسبب أن المنظمات اليهودية زعمت أنهم معادين للسامية. حقيقة إخواني تتعجب أنت من هذه المؤسسات التي لم تترك شاردة ولا واردة ولا شخصية، لا كانت على مستوى شيخ ولا على مستوى رئيس دولة ولا كاتب، حتى الرقاص إخواني الكرام اتهموا أنه معاد للسامية. مايكل جاكسون تستغربوا، يعني الرقاص الأمريكي المشهور، كذلك اتهم بمعاداته للسامية من خلال يعني اتصال قد يعني تجسسوا على اتصالات ومكالمات له ولقطوا بعض الكلمات، كان يقول أن اليهود طفيليات. ومع هذا في آخر حياته قد لاق الويلات، وكذلك له تسجيلات صوتية يشكو لبعض أصحابه الضرر الذي وقع عليه في آخر حياته من اليهود. إذن لا تكاد تجد صنف من أصناف البشر، لا رئيس دولة ولا يعني منظمة ولا مؤسسة ولا شيخ ولا كاتب، إلا وقد اتهم بأنه معاد للسامية. إذن العبارة اللي ممكن أن نسأل عنها، إيش قصة السامية ومن هم الساميين؟ يعني إيش الموضوع السامي؟ أقول أنا حقيقة بحكم أني سامي، اليهود الآن بيقولوا أنهم ساميين، كذلك أقول أنا عن نفسي سامي، بل أنا أستطيع أن أثبت، وأنتم أظن في كل من أمامي هم كذلك ساميين، يستطيع أن يثبت ساميته أكثر من هذا الصنف الذي ليس له علاقة الآن بالسامية. فإن جئت للغتي فأنا أتكلم بلغة سامية أصيلة، فالعرب من الساميين، وكل اللهجات العربية في المنطقة من أكادية من أثيوبية من أمهرية من سومرية من كل المنطقة العربية هذه هي لهجات سامية. وكذلك إخواني الكرام العبرية لهجة من اللهجات أو لغة من اللغات السامية. طبعا اللغة يعني هذا كلام مش دقيق، والأدق هي لهجة من اللهجات السامية. إذن إن جئت فتسألني عن لغتي فأنا لغتي ترجع إلى لغة الساميين الأصليين. إن سألت عن موطني فأنا كذلك سامي. السامية كما يقر أهل التاريخ، موطن الساميين كان من أقصى جنوب الجزيرة إلى آخر حدود السورية، فضلا عن العراق القديم وشيء من الدولة الأثيوبية، هذا موطن الساميين.
فنحن كذلك نعيش ولدنا ونعيش ونتنقل لا في هذه المناطق مناطق السامية. وإن جئت سألت عن مواصفات السامية فالأعراق السامية وعلم الأنساب يقر بأن السامي هو صاحب البشرة الحنطية وصاحب الجثة أو البنية التي نستطيع أن نقول كبنيتنا. إذن فأنا أقر وأطالب بالاعتراف بساميتي، فأنا إنسان سامي من الدرجة الأولى. التحدي اليهود أنهم هم فقط ساميين هذا شيء مرفوض تماما. خلونا ندخل الآن نتكلم عن موضوع السامية. إيش السامية؟ إيش موطن السامية؟ ليش اليهود ادعوا السامية؟ طب السامية شيء وفي شيء مقابله، يعني في ساميين وفي غير ساميين، طب غير ساميين هذا بنسبوا لمين؟ السام هذا والسامية تنسب لمن؟ دعونا نتكلم عنها بشيء من التفصيل الغير ممل. المقصود بالسامية هي نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام. نوح إخواني الكرام له كم ابن؟ له 4 أبناء. مات 1 في الغرق وبقي 3، سام وحام ويافث. سام طبعا عند بعض الصابئة تعتبره نبي، وطالما أن سام كان إن صحت التسمية، طبعا طالما أنه كان في الركب مع نوح عليه السلام، إذن سام مؤمن وحام مؤمن ويافث مؤمن. أما كنعان فهو الكافر الذي ظن أن الجبل سيعصمه من الماء فغرق. إذن هذه نقطة مهمة، أن الثلاثة أبناء لنوح عليه السلام كانوا من الفئة المؤمنة معه، وهذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، وتقر السير الإسلامية والآثار الإسلامية. طبعا سام هو له عرق في النهاية، يعني حتى إبراهيم عليه السلام يعتبر سام بن نوح جد التاسع. وقحطان بحكم أننا كذلك قحطانيين، هذا معناته نحن نؤكد أن نسبنا إلى سام ابن نوح عليه السلام. اللغات الموجودة في المنطقة هي لغات سامية كذلك، بهذا كذلك باعتراف علماء اللغة، كان لغة عربية أو غير عربية. يعني إذا جئنا وأتينا وتكلمنا عن مثلا عميد اللغة العربية القديم الخليل بن أحمد يؤكد أن الكنعانية لغة سامية 100%. والكنعانية لما نقول على سبيل المثال الفلسطينيين الذين ينتسبون إلى الكنعانيين، والكنعانيين السكان الأصليين لفلسطين، واليبوسيين فرع منهم، إذن الآن بدأنا ندخل بشيء من التفصيل، أن الفلسطينيين تحديدا طالما أن الصراع هو يهودي ويطلق عليه يهودي فلسطيني، فإذن الفلسطينيين كذلك ساميين بامتياز. اللغة اللي نقول إنها الكنعانية سامية، بل ويعتبر بروكلمان له كتاب يعني مهم جدا 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 اسمه فقه اللغات السامية، هذا الكتاب عمدة في هذا الموضوع. طبعا هذا الكتاب قراءته صعبة، يعني لا يصلح قراءته إلا المختصين في اللغات، ويثبت أن العبرية والفينيقية هي لهجات كنعانية. هذه مسألة مهمة، العبرية والفينيقية هي لهجات كنعانية. ابن حزم يثبت في كتابه أصول الأحكام أن كذلك العبرية والسريانية والعربية كلها تعود إلى اللغة السامية الأصلية. إذن قلنا نحن الآن نتكلم عن 3 أجناس بشرية انبثقت منها هذه الخليقة، قلنا الساميين، والساميين انبثق منهم طبعا لما نقول الأشوريين إخواني كانوا في المنطقة، والبابليين والآراميين والكنعانيين والفينيقيين والعموريين والمؤابيين والأدوميين والحبشة والمهرة، كل هؤلاء كذلك يعتبروا تحت الفرع السامي. الآن الابن الثاني لسام، ابن الثاني لنوح عليه السلام هو حام. حام يثبت أهل التاريخ أنه صاحب البشرة إيش؟ السوداء. طالما أنه البشرة السوداء معناته أن موطن الحاميين
هو الذين سكنوا القارة الأفريقية من السودان، السند، الهند، النوب، الزنج، الحبشة، القبط، البربر. هو هذا المربع العريض، المستطيل العريض في المنطقة، هم من نسل حام ابن نوح عليه السلام. أما اليافثيين هم أصحاب البشرة البيضاء والشقراء والحمراء، وهم من موطنهم معروف، هم من سكنوا في الأقصى المناطق في منطقة الأقصى، الشرق الأقصى القديم، وأجزاء من الشرق الأدنى القديم مثل بلاد فارس والشعوب الأوروبية أو اللي تسمى الهندو أوروبية. هذه المناطق وتحديدا كان موطنها قبل أوروبا، لأن أوروبا وأمريكا وأستراليا هي مناطق جديدة، هي تستطيع أن تقول نقطة تركزها ما بين البحرين الأسود وبحر قزوين. إذن هذه الأصناف البشرية، نوح عليه السلام، ولا يخفى عليكم أن نوح يوصف بأبو البشر الثاني. ليش؟ بسبب الغرق الذي أصاب يقال كل الكرة الأرضية أو البشرية التي كانت على الأقل تسكن جزء من الكرة الأرضية. وهذا مثبت في القرآن الكريم، وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن ذرية نوح عليه السلام من أبنائه الثلاثة هم من تشكلت منه الخليقة التي نراها الآن. وهذا مثبت في تفاسير القرآن ومثبت في كثير من الآثار النبوية، وإن كان فيها مقال، مثبت تاريخيا، مثبت عند علماء الأنساب. السؤال المهم الآن، اليهود وين مكانهم في الموضوع؟ هل أنت أخرجت اليهود من السامية أم هم ساميين حقيقيين؟ اليهود الأصليين الذين كانوا في الجزيرة نستطيع أن نخرجهم من ساميتهم؟ لا طبعا، هم سكان المنطقة عاشوا فيها، فهذا الصنف من اليهود هم ساميين، ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام لأنهم كانوا من سكان المنطقة. طيب، يهود اليوم هل هم ساميين؟ لا طبعا. الآن عندنا صنفين من اليهود، الصنف اللي كان في المنطقة وتم إجلاؤه وخرج، وتحديدا بدأ خروج اليهود من المنطقة بعد اجتياح نبوخذنصر للمنطقة، وبعد اجتياح تيطس من المنطقة، وبعد قضاء هدريان على اليهود في منطقة بيت المقدس عام 136 ميلادي، تم إخلاءهم من منطقة بيت المقدس وفلسطين. إذن هذا الكم البشري من اليهود الذي كان في المنطقة تم إجلاؤه وإخراجه، جاء عمر بن الخطاب أخرج، وبدأ قبل النبي صلى الله عليه وسلم الإجلاء، فالإجلاء ثم إخراجهم، بل وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يهود اليوم الذين نراهم في فلسطين تحديدا، هل هم ساميين؟ بالطبع لا، طبعا هذا ليس كلامي. يهود اليوم هم تحديدا وفي أغلبهم من يهود الخزر. لما نسأل طب إيش يهود الخزر؟ يهود الخزر هم تحديدا من سكنوا المنطقة ما بين البحرين الأسود وبحر قزوين، اللي هي تعتبر الآن نطلق عليها مناطق آسيا الوسطى، وكانت تتبع سابقا دولة روسيا أو الاتحاد السوفيتي. في عام تقريبا 170 ميلادي، 170 هجري عفوا، وفي ظل الدولة العباسية تحديدا، تهود ملك الخزر. هذا الإقليم في ذاك الزمان كان يطلق عليه دولة الخزر. في هذه الأثناء تقريبا 170 يعني 800 ميلادي، تهود ملك الخزر لأسباب، رأى في منامه أنه جاءه هاتف فهتف له أن نيتك سليمة ولكن أفعالك غير سليمة، غير موافقة، فأولها أو أولت له أن الديانة التي هو عليها ليست صحيحة، فعليه أن يبحث عن دين صحيح. فسأل إيش الديانات الموجودة، فقيل له أن في إسلام وفي يهودية وفي نصرانية، فقال ائتوني بسيد أو عالم كل طائفة أو كل ملة من هذه الملل. فأول من جاءه قس يمثل النصرانية فكان ضعيف في حجته، ثم جاء حاخام يهودي فكان أقوى من القس في حجته، ثم بعثوا له بعالم مسلم فعرف اليهود بمجيء المسلم فاغتالوه في طريقه، فانتظر
فرأى أن حجة اليهودي هي أقوى من حجة المسيحي، فتهود ملك الخزر في وقتها. طبعا الحديث عن ملك الخزر إخواني أو دولة الخزر حديث يعني لا تجد أو لا تكاد تجد من جمع عن موضوع الخزر بسهولة من السابقين، يعني لا تكاد تجد أن كتب مخصصة تكلمت عن الخزر. كتب في التواريخ الإسلامية فيها معلومات متناثرة عن الخزر، لكن في كتاب حديث حقيقة جميل جدا، تاريخ يهود الخزر لسهيل زكار، كتاب جميل جدا جدا جدا، والمهتم ينصح وأنصح بقراءة هذا الكتاب، لأنه كتاب أخذ معلوماته من المصادر الأصيلة اللي فيها عن يهود الخزر متناثرة. المهم اليهود ملك الخزر تهود وأصبح دولة الخزر دولة كيانها السياسي يهودي. وننتبه نقول كيان السياسي يعني السلطان والحاكم والحاشية هي يهودية، أما لا زال دخل فيها الإسلام وكانت فيها النصرانية، وقيل حتى سهيل زكار في كتابه يقول أصلا كان فيها يعني عشرات الألوف من المسلمين، فيها عدد كبير من المساجد وكذلك فيها نصارى، يعني الشعب ما تهود كله، وإن كان في جزء كبير منه تهود أو في جزء تهود وفي نصارى وفي كذلك المسلمين. إذن تهود ملك الخزر، ثم تهودت مجموعة من سكان هذه الدولة، قلنا من تقريبا من عام 800 ميلادي وبعض المؤرخين قال 650 إلى أن سقطت هذه الدولة عام 1048 ميلادي. هذه الفترة دخلت فيها اليهودية في هذا العرق من البشر. طبعا بعد 1048 ميلادي انتهت هذه الدولة، تشتت اليهود الذين كانوا فيها في أوروبا الغربية، يعني كانوا هم يعتبروا في القسم الشرقي من أوروبا وانتشروا إلى وتفرقوا في أوروبا الغربية. علماء الأنساب اليوم يقول لك أن اليهود ليسوا من جنس واحد، هذا علماء الأنساب في مؤتمراتهم، وقالوا أن يهود اليوم يرجعون إلى 17 نسبا ومفرقين. هذا يعني إحصائيات اليهودية الآن غير علماء الأنساب، مفرقين اليهود في 72 دولة. يقول بعض المفكرين والعلماء اليهود ومنهم يوسف حايم يقول في كتابه أوهام التاريخ اليهودي: لسنا شعبا مترابط الأجزاء. ويقول كوليسترال في كتابه عام 1955 قافلة الديناصور: إن يهود بولندا هم أكبر تجمع يهودي في العالم من نسل الخزر. وعلماء الأنساب يقولون النقاء الجنسي يفقد نقاؤه إذا تهجن يفقد النقاء الجنسي. اليهودية في أصلها كذلك إخواني هي قائمة على العرق مش قائمة على الديانة، يعني الآن لما نقرأ ونفهم هو في النهاية لما يتكلم عن اليهودية ما يتكلم عن يهودي دخل في اليهودية، كل تركيز اليهود إذا يعني فتحت التوراة أو فتحت التلمود وفتاوى الحاخامات قائمة على تقديس العرق أكثر منها على تقديس الديانة. وفكرة السامية هي تحديدا موجودة كذلك في التوراة، إذا أنت فتحت التوراة تكلم عن الشعوب السامية وتحديدا في سفر التكوين جزء 9 آية 20 تقول الآية عن الشعوب السامية وتحديدا كيف تحولت السامية وصرفوا السامية عن الساميين الأصليين واحتكروا السامية لهم. تقول أن نوح عليه السلام دخل خبائه وتعرى ثم شرب الخمر فأغشي عليه من كثرة ما شرب من خمر، فرآه من؟ أحد أبنائه. من هو؟ حام. دخل عليه فرآه مغشيا عليه من كثرة الخمر وعاري تماما، فذهب وأخبر أخويه سام ويافث. تقول التوراة جاء سام ويافث فجعلوا على أكتافهما رداء ثم مشيا من الخلف ثم ألقى الرداء على نوح عليه السلام.
طبعا هذه التوراة، هذا ديدن التوراة، وهذه سيرة التوراة مع كل أنبياء الله تبارك وتعالى. زاني، خمير، عربيد، سارق، محتكر زي يوسف، كل واحد معطينه يعني توصيفات من أسوأ التوصيفات. لما قام نوح عليه السلام كما تقول التوراة، علم وقالوا له أن حام رآه عريانا وقد ثمل من الخم، فقال ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوانه. فهمتوا شيء؟ في اسم دخل في الموضوع، شو علاقته؟ مين اللي شاف نوح عليه السلام عريان كما تزعم التوراة، كما كتبوها، كما كتب كتاب ونساخ التوراة وعلى رأسهم عزرة، اللي رأى مين؟ حام. ايش علاقة كنعان؟ جاء عزرة بعد السبي الأول من بابل، بعد أن فقدوا التوراة والتابوت والمكان المقدس اللي بسموه هيكل ومسميه المسجد الأقصى، وفقدوا مكانتهم الدينية، وفقدوا دولتهم التي كانت يحكم على رأسها سليمان عليه السلام الذي ملك الأرض، وأذلهم البابليين في سبي أخذ يعني كبراءهم، أذلهم هناك. ثم لما رجعوا وسمح لهم قورش الفارسي أن يرجعوا، رجعوا إلى فلسطين إخوان الكرام، لا في توراة، والمكان المقدس المسجد الأقصى مهدوم، تشتتوا، لا سلطان لهم، تشتتوا ما بين من رجع من السبي ومن بقي في بابل. إجا سيد عزرة وسموه طبعا لقيمته وأهميته، بسموه الناسخ، بسموه الكاتب، بسموه موسى الثاني، وبدأ يجمع. إيش عندكم يا شباب؟ يقول لهم مين عنده آية من التوراة، وبدأ يكتب. طبعا التوراة كما تعلمون ويعلم الكل أن التوراة إخوان الكرام ما كانت من المحفوظات، ما كان لا واجب ولا سنة عندهم أن تحفظ مثل القرآن عندنا، بل كان الحاخام الأكبر يضع لها في التابوت، ففي مجامعهم، في احتفالاتهم، في مناسبات الدينية يقرأها، يتلو آيات معينة ثم يحفظها ويرجعها. وحتى هذا الكلام يؤكد كثير من الحاخامات المعاصرين على الأقل قبل يعني سنوات مضت، يؤكد أن ما كنا نحفظ التوراة، وعلى رأسهم سموئيل بن يحيى المغربي يؤكد هذا في كتابه. جاء الآن، وأنا إيش بقول هذا الكلام، هذه من كتابات عزرة. الآن إيش علاقة كنعان؟ عزرة رجع من السبي ومعه اليهود، رجع إيش فيه؟ بلد فيها ناس، فيها أصلا وقبل مجيء إبراهيم عليه السلام ودخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في فلسطين، بل إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى يبوس وإلى مدينة بيت المقدس استضافه أمير اليبوسيين اللي هو فرع من الكنعانيين. إيش الحبكة هون اللي بدهم إياها اليهود اللي بتعنيهم؟ الآن لابد عزرة يخرج الكنعانيين من وراثة فلسطين. طب إيش علاقة حام الآن وكنعان؟ نسبوا في التوراة أن كنعان ابن حام، وقلنا الآن قبل شوي في التوطئة قلنا كنعان تابع لمين، حام تابع لمين، من أي جزء؟ حام مش سامي، ولم يسكن المنطقة وتفرق، وهذا بإقرار اليهود وعلماء الأنساب من ذاك اليوم إلى هذه اللحظة. طيب كنعان اليهود فقط، نسبوا كنعان اللي هو ابن من؟ ابن سام. طبعا إخواني مشان ما يصير في إشكال، في كنعان أخوهم الرابع اللي هلك في الغرق، وفي كنعان ابن سام، فحتى يخرجوه ويتهموه في هذا السلوك السيء والدنيء، وأنه يعني فجاءت لعنة نوح عليه السلام لكنعان. وإيش كمان؟ اقرأ باقي الآية في النص، عبدا ذليلا يكون لإخوانه، يعني للنسل، نسل أبناء يافث وسام، يعني هو سيكون عبدا ذليلا يكون لإخوانه. لذلك في آية أخرى وتقولوا على عيسى عليه السلام، حتى يعني آية تخدم آية، قول عيسى عليه السلام أن الكنعانيين هم كلاب بني إسرائيل. فبدأت معناته التوراة من يوم ما بدأوا في نسخها في فلسطين على يد عزرة، بدأت خلينا نقول في الشعوبية،
بدأت في العنصرية العرقية، بدأت في تزوير التاريخ وتزوير الإنجاز وبشكل مبكر. الغريب بالتوراة كذلك سند نوح إلى إبراهيم مثلا، أسقطت التوراة مجموعة من أبناء اللي هم نسل، خلينا نقول على الأقل من سام، نوح سام إلى إبراهيم، قلنا إبراهيم الابن التاسع لهم، أسقطوا مجموعة من أبناء سام، والسبب لأن هذه المجموعة مثل يعرب مثل قحطان مثل كذا، هم في النهاية أصليين ومعروفين ولهم أعراقهم، فأسقطوهم وقالوا هؤلاء ليسوا بساميين. إذن بشكل مبكر إخواني حشدت التوراة في عملية العنصرية السامية المكذوبة. طبعا هم في بداية الأمر كانوا ساميين، لكن بدأوا في احتكار، وهذه المسألة المهمة، في احتكار فكرة السامية، أنهم هم الساميين وأن باقي أهل فلسطين الأصليين ليسوا بساميين. طبعا هذا ما توقف، جاءت في الزمان المعاصر جاء وبدأ اليهود في إعادة صياغة مشروع السامية. وحتى نكون يعني واضحين في دقيقين في العبارة، اللي دفعهم بهذا الاتجاه البطش أو اللي خلينا نقول التحديات التي عاشوها في أوروبا، من أوروبا، من كل أوروبا، أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة حتى إلى أمريكا. بمعنى أن اليهود إخواني الكرام بدأوا يعيشوا أزمات بسبب أخلاقهم في أوروبا. أنت اللي بيخلي الألمان في عام تقريبا 1870 أنه ربع مليون ألماني يوقع عريضة على طرد اليهود من ألمانيا، ليش مثلا؟ اللي بيخلي العدوى هذه تنتقل إلى روسيا عام 1881، ليش؟ اللي مخليها تنتقل إلى فرنسا، ليش؟ إلى النمسا انتقلت، ليش؟ في عام 1895 إلى إيطاليا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى النازية في عهد هتلر، إذا بتذكروا كذلك المذابح النازية التي بالغ فيها اليهود. كل هذه سلسلة من أسباب طرد ومناكفة اليهود. وإذا بنتذكر قصة بروتوكولات حكماء صهيون والأخلاق اللي بدأت، قصة التلمود وخبايا التلمود التي كانت تحتقر من الشعوب وتحديدا المسيحية في أوروبا وتحديها لهم واحتقارها للدين المسيحي ولعيسى عليه السلام. كل هذه لما كان يكتشف النصارى في بلدانهم، هذا الصراع كله لازال في أوروبا، الصراع ما كان في الدول العربية ولا في الإسلامية، كل هذا الصراع إخواني الكرام كان في أوروبا، كان هناك حشد إذن ضد اليهود في أوروبا. لذلك في الفترة هذه 1800 تقريبا وكذا 90 أسست جمعية معاداة السامية، يعني بشكل مباشر النصارى أسسوا جمعية لمعاداة السامية، يعني بشكل مباشر أنهم هم وبكل صراحة وبكل وضوح أنهم يعادوا السامية. انتشرت هذه المؤسسات الأوروبية وأصبحت تفصح بشكل واضح أنهم يعادوا اليهود أصلا، ثم بدأت مؤسسات تفصح عن اسم السامية. طبعا هو بشكل مبكر أول من كتب بهذا الأمر هو يهودي كاتب صحفي عام 1879، ألف إلى كتاب اسمه انتصار اليهودية على الألمانية، وذكر فيه بدأ يوجه أنه كيف العالم الغربي المسيحي بدأ يعادينا كساميين. وهذه حقيقة استفاد منها اليهود استفادة عظيمة وفتحت لهم باب جديد، بمعنى أن العداء في أصله كان عداء ضد اليهود، لما التقط اليهود كلمة السامية وعادوا إحياءها من جديد غيرت جلد اليهود، بمعنى أنه الآن أصبحتم أنتم تعادون كساميين مش كيهود، بتعادون كعرق. ليش؟ هم بدهم يفتحوا صفحة جديدة مع الساحة ومع الجماهير الجديدة. الأوروبيين كانوا يعادوهم كيهود لأخلاقهم ولدينهم، هم لا، الآن بدهم يوجهوا أنه إحنا ديننا ما في إشكال، أنتم بتعادونا لأنه إحنا ساميين.
طبعا خدم اليهود في ذات الفترة كذلك أن الأوروبيين وتحديدا الألمان، وهي كانت منبع هذه الفكرة، أنهم كانوا يتعصبون لآريتهم. يقول لك العرق الآري، وكان طبعا تحديدا الحزب النازي هو يعني رسخ هذه المفاهيم في الشعب الآري والشعب الألماني تحديدا، وأن العرق الآلي عرق ذكي، وأن العرق الآلي مميز، ومنع الاختلاط في العراق الأخرى. التقط اليهود هذه المسألة، بل رسخت فيهم كذلك من جانب آخر أنه طالما أنكم آريين كذلك إيش إحنا نرجع، فوجدوا في التوراة في سامية، إذن إحنا نحن ساميين. فأصبح كل واحد يبرز نقاء عرقه وتميز عرقه المتميز على الآخر. هذه خدمة بدأت، صار في صراع نسب، صراع شعوبي، صراع متعلق في الأعراق ما له قيمة في النهاية. يعني المسيحيين فقدوا قيمتهم، الأوروبيين المسيحيين، فأصبح يتكلم عن عرق آري أو قوقازي، كان أصلا يعني في جزء منه كبير قوقازي، والنصارى واليهود يتكلمون عن السامية. الغريب في درسدن لما احتدت يعني الشحناء ضد اليهود وأصبح هناك إجماع أوروبي ضد اليهود، عقد أول مؤتمر أوروبي جمع له من كل أوروبا في يعني مدينة درسدن الألمانية، كان هو أول مؤتمر يهودي لمعاداة اليهود، أول مؤتمر أوروبي لمعاداة اليهود بشكل رسمي. كيف نبدأ يعني كأوروبيين نبدأ في معاداة اليهود والتحذير منهم؟ من خلال المؤتمر. طبعا هذا يبين إخواني دليل إيش؟ دليل أن أوروبا ضجت من اليهود. وتستغرب أنت، نفس بلفور، بلفور صاحب الوعد المشؤوم بإعطاء فلسطين لليهود عام 1905، أصدر قرار يحد فيه من دخول اليهود إلى بريطانيا، سموه قانون الأجانب، وكان الهدف الرئيس من هذا القانون هو الحد من دخول اليهود تحديدا. وبدأ بلفور نفسه يتكلم أنه هذا ما نقصد فيه معاداة اليهود، وبدأوا يتكلموا أنه إحنا مش ضد السامية. إذن نستطيع أن نقول الآن كلمة السامية مصطلح دخيل، مصطلح يعني ممكن نقول مصطلح ما له قيمة. لذلك حتى علماء الأنساب يقرروا أنه هذا المصطلح ما له قيمة. يعني أنت سامي ولا يافثي ولا حامي، إيش أعطيتني؟ شو التميز عندك؟ إيش قيمتك؟ لذلك الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية عنده كتاب جميل حذر من استخدام هذه الكلمة. ومحمد عزة الروزة يعني المؤرخ والأديب الفلسطيني كذلك قال لا تقولوا الشعوب السامية، قولوا الشعوب العربية، لأنه بدأ بعض الناس يحاول أنه يحيي فكرة السامية. لا 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 تحييها، إيش علاقتك؟ أنت عربي تكلم عن الشعوب العربية، أنت جنسك كذا تكلم عن هذا الجنس، إيش الشعوب السامية؟ إيش قيمتها؟ أنت مسلم تكلم عن الإسلام. إذن هو مصطلح حقيقة، مصطلح ما له قيمة، هو مصطلح دخيل. طيب ماذا نقول عن اليهود؟ إخواني الكرام، نسلب اليهود تماما مصطلح السامية ولا يعطى لهم، بل أقول أننا نحاكم اليهود على هذا المصطلح الذي انفردوا فيه واحتكروا لهم، بل نقول هذا تجاوزا، لأنه إذا نتعامل بنفس عقلية اليهود، أنا أطالب أني أنا أكون سامية سامي، وأي إنسان بحاربني كذلك هو يحارب السامية. اليهود هم معادين للسامية، لأنه أنا إنسان سامي أصيل وأثبت نفسي كما قلت لكم جغرافيا وتاريخيا وكعرق أثبت نفسي سامي. ممارسات اليهود علي كإنسان فلسطيني مسلم طرد من بلدي، أنا الآن هؤلاء الآن حاربوني كإنسان سامي وانتسب إلى السامية. إذن لا نعطي هذا الوصف لليهود أبدا، وهم ليسوا بساميين. إذن إيش نقول؟ إحنا الشرع علمنا في ضوابط عندنا، إيش وصفهم؟ يهود، مثل هذا وصفه مسلم، هذا وصفه مسيحي، هذا وصفه بوذي. إذن نعطيه وصفه الدقيق. وعندنا في الشرع اليهود على ضربين أساسيين، كانوا اليهود أو النصارى أو غيرهم. عندنا يهودي حربي، وعندنا يهودي ذمي أو معاهد أو مسالم
هذا الوصف الأساسي اللي عندنا. إذا لما أجي أوصف اليهود، اليهودي الذي اعتدى على المسلمين، الذي اغتصب أرض المسلمين، الذي يقاتلنا هنا وهناك، هذا بالنسبة لنا يهودي محارب، هذا وصفه. واليهودي الموجود في بلاد المسلمين ودخل بعقد أمان وصلح وذمي وله ما لنا وعليه ما علينا، هذا في النهاية إيش؟ يهودي ذمي، هذا توصيفه. إذن ما نلعب ولا نسمح لليهود ولا لغيرهم أن يفرضوا مصطلحات ليست صحيحة. إذن السامية مو شيء تشريف أبدا، ولا إنك يافثي إنه شيء تشريف، ولا إنك حامي شيء تشريف. لأن الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. في النهاية إيش قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى يوم القيامة كما أخبر الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم، أنسابك ما لها قيمة يا من ادعيت السامي. يعني الآن قبل شوي أنا كنت أقول سامي وإني من العرق السامي، بس إيش قيمته؟ ولا يتساءلون، ولا حد، ما في أنساب. لما ينفخ في الصور النفخة الثانية قيمة نسبك ما له أي قيمة، ومع هذا ما حد راح يقول لك تعال أنت هون ولا هون، وتعال لأنه أنت سامي ما راح يصيبك ضرر. نفخة الصور ما لها قيمة أبدا، ما لها قيمة. حتى لو كنت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إيش فايتك؟ أنت من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنت ليس على هدي النبي، بل حاربت الدين، حاربت سنة النبي اللي تدعي أنك تبع له. إيش قيمة النسب هذا؟ ما له أي قيمة. فهو بيكون سامي ومن نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هو إيش؟ هو بعيد عن دين الإسلام. إذن هذه المبادئ الشرعية هي المبادئ، هي الموازين الصح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة له، في آخر حجة الوداع، في حديث جابر إيش يقول؟ يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، فلا فرق لأعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا فرق لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذا الميزان. إذن هذا الميزان إنه الآن هو بده يميز الشعوب ويرسخ، يرسخ العنصرية ويرسخ الشعوبية ويرسخ هذه المبادئ ما لها قيمة. إذن أكبر عنصري في العالم من؟ اليهود. أكبر عنصري في العالم. المبادئ، حتى المبادئ الغربية تدعو إلى إيش؟ إلى التوحد، إلى عدم التمييز العنصري فيما بين الشعوب. جاء الإسلام ورسخها وأكدها، لا فرق على عربي لعربي على أعجمي، مش لأنه عجمي في فرق أو عربي إنك في فرق، ولا هتكلم عن الآن إيش الحديث الآن بتكلم عن عرق، ولا لأبيض لأسود، بتكلم عن بشرة، إيش قيمتها؟ إلا بالتقوى. هذا ميزان الشريعة. لذلك إبراهيم عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، شو قال له إبراهيم؟ هذا الله عز وجل بيقول له تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. إيش رد إبراهيم؟ قال: ربي ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن هم ينسبون أنفسهم اليهود كذلك أنهم من ذرية إبراهيم، أنعم وأكرم. طيب إحنا من ذرية إبراهيم، إذا أنت من ذرية إسحاق إحنا من ذرية إسماعيل، طيب كفرت إيش قيمتك؟ الله رد عليك وبشكل مبكر وبيأكد لك الكلام، لأنه قرآن معجز إلى قيام الساعة. قال: لا ينال عهد الظالمين. يا يهود ما في فايدة، أنتم ظالمين، لأنه حتى الوساطة اللي كنتم بدكم تأخذوها من إبراهيم عليه السلام أنه أنتم ذرية إبراهيم، الله عز وجل رد. لذلك نوح عليه السلام لما قال: ونادى نوح ابنه، ايش قال؟ وكان في معزل: يا بني اركب او اركب معنا،
نوح لما ركب القوم والحيوانات مع نوح في سفينته، وهذه القصة معروفة حتى في التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة أغرقت في تفاصيل كثيرة، جاءنا في القرآن ما يفيد المشهد بشكل كامل. نوح عليه السلام ركب من ركب من معه من الفئة المؤمنة، وبقي خارج السفينة من الفئة الضالة. نوح عليه السلام استغرب أحد أبنائه بقي خارج السفينة، قالوا يا بني ركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح كان يظن أنه ابنه على ملته، لكن نوح تفاجأ عليه السلام أن ابنه من الكافرين. رد ابنه على طول، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لغة الكفار، صار يتكلم بأمور مادية محسوسة، أنا في جبل حأرتقي وحيعصمني من الماء. نوح رد عليه بلغة الإيمان، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. إذن الآن إيش المشهد؟ مشهد أبوي وعرقي كما يريد اليهود، لكن في النهاية لما قال نوح ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. طبعا نوح ما طلب إنه ابني من أهلي يعني واسطة من أهلي دخله. نوح كان يظن إنه ابنه على الديانة، على شريعة موسى، على شريعة نوح عليه السلام. إيش قال الله تبارك وتعالى لما قال له نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعدتني إنه كل المؤمنين معك وأنت أحكم الحاكمين. جاءت المفاجأة، قال يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك. عجيب، تفاجأ نوح، ليش من أهلي؟ إنه عمل غير صالح. شوف التفريق القرآني هون إيش فرق، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أول شيء هو من أهله ولا مش أهله نسبا؟ من أهله. الله عز وجل طالما أنه كفر ليس من أهله. وكمان أكد الله تبارك وتعالى إنه عمل غير صالح. شوف دقة العبارة، الله ما قال إنه عمل، إنه عامل، قال إنه عمل، العمل غير صالح. فلذلك طالما أنه فعل الكفر فهو فعل فعل غير صالح أن يكون من أهلك. إذن هو ميراث نبوة، لذلك لما النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في الأثر هو يعني إن كان فيه مقال سندا، سلمان منا أهل البيت. إيش علاقة سلمان منا أهل البيت؟ سلمان من أهل البيت، سلمان لأنه ورث ميراث النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حظيرة الإسلام، فأصبح من آل البيت ليس نسبا ديانة. وإلا سلمان فارسي في بلاد فارس، وإذا جئنا في علم الأعراق وتحديد فارس الجزء الفارسي منها تابع لأي عرق؟ مش العرق السامي، العرق اليافثي. إذن الحدود والأعراق هذه ليست لها قيمة أبدا. اليهود إخواني الكرام يرسخ هذه المفاهيم حتى في المناهج التعليمية. والغريب أن في كتاب من الشتات إلى النهضة معتمد في وزارة التربية الصهيونية لتدريسه المرحلة الإعدادية والثانوية، ويؤكد هذا، بيقول هذا الكتاب أنه من أبرز الظواهر التاريخية، بيقول للطلاب أنه أبرز ظاهرة تاريخية لما تقرأها في التاريخ إيش هو؟ بيقول لك عداء شعوب العالم عبر التاريخ من خليقة البشر إلى يومنا هذا، عداء هذه الشعوب لليهود عجيب. وقسم عداء السامية إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي اللاسامية في العصور القديمة، وكيف نشأت؟ بقول لك لأنه كان الساميين واليهود في ذاك الزمان اللي هم ساميين وفقط هم ساميين، أنهم بسبب ذكائهم وحنكتهم ومهارتهم ونقاء عرقهم، وأنهم من شعب الله المختار. طبعا شعب الله المختار إخواني هي بتخدم على فكرة السامية، والسامية بتخدم على فكرة شعب الله المختار، وبتخدم على فكرة الهولوكوست كلها. كيف شعب الله المختار؟ أننا من الله، جزء من الله، والله جزء منا، فنحن من الله والله هو منا. إذن فنحن شعب الله المختار، الشعب الذي اختاره الله فقط لعبادة الله تبارك وتعالى واصطفاه لنفسه. إذن فكرة السامية هي أعطت بعد غير عرقي، بعد ديني فقط لليهود اللي نسبوا سامي هو المميز. إذن
في العصور الوسطى كانت السامية قائمة على أعداء الشعوب لهم. العصور المعاصرة الوسطى عفواً، أن بسبب القساوسة الجهلة كما يقولون في هذا الكتاب، القساوسة الجهلة والمسيحيين الغير متعلمين ربوا أجيالهم على أعداء اليهود. أما اللاسامية المعاصرة التي نعيش أجواءها الآن، هي جاءت بأسلوب أدبي واجتماعي وعلمي ليرسخ الشعوب الغير سامية في العالم العربي أو العالم الأوروبي عداءهم لليهود بشكل، وبدأوا يطرحوا من ذاك الزمان إلى اللي هي إلى النازية في عهد هتلر. اليهود استغلوا واستفادوا من هذا الأمر من خلال سن قوانين، وهذه المشكلة الكبرى اللي بيعانيها كثير من الناس، وتعانيها كثير من الدول، وتعانيها كثير من الجماعات والمؤسسات والأفراد والحكام. كما بدأنا في كلمتنا هذه، أنه أصبحت هي عصا غليظة مسلطة على كل شخص يتكلم عن اليهود أنه معاد للسامية. استطاع اليهود أن يحولوا هذا الأمر إلى قانون يجرم به الغير. يمكن البعض بذكر أن جورج بوش عام 2004 لما وقع على قرار أن معادات السامية لابد أن يحاكم ويلاحق كل معاد للسامية، وأوكل هذه المهمة مش لمنظمات، أوكل هذه المهمة لوزارة الخارجية الأمريكية، وأصبح هناك مكتب خاص في وزارة الخارجية يتعقب ويرصد كل من يتكلم على مستوى العالم، كل من يتكلم عن السامية، وتجري عقوبته من خلال منظمات يهودية، من خلال تهديد، من خلال اعتقال أو محاكمات إذا استطاعوا عليهم في بعض أوروبا، في دول أوروبا تحديدا، أو تخويف، أو استخدام أتباعهم من الدول الضعيفة المهترئة اللي ممكن يتناولوا فيها أي شخص ثم يحاكموه عندهم أو في نفس المكان، أو يعاقبوه بشكل أو بآخر معلوم أو غير معلوم، ظاهر أو غير ظاهر. عام 2001، هذا كان عام 2004، وهذا القرار حقيقة هز عروش كثير من دول العالم. أوروبا نفسها إخواني ترتجف من هذا القرار. أوروبا يعني ما تفكر أنه يرتجف منه فقط العالم العربي، حتى أوروبا. لذلك أوروبا بأسرها تقريبا كدول رضخت لهذا الأمر واستسلمت لهذا القرار. عام 2001 كان هناك المنتدى الدولي لمكافحة معادات السامية، منتدى أسس فيه الكيان الإسرائيلي في داخل فلسطين، وجعلوا له عدة مقرات، القدس وجنيف ونيويورك، وكذلك ملاحقة كل من يتكلم عن اليهود واتهامه بأنه معاد للسامية. وقالوا أنه إحنا هذا المشروع سنعمل منه عولمة، بمعنى أن الذين سيكونون أعضاء في المنتدى هذا الدولي لمكافحة السامية وناس غير يهود، حتى يساعدونا في عملية السيطرة ويعني الوصول إلى كل يعني خصوم اليهود. رابطة مقاومة التشهير، وهي من أوائل المؤسسات، وإذا بتذكروا درس روتشيلد، هذه من كانت 1913 رابطة مقاومة التشهير، ولا زالت تعمل، شعارها معروف ADL بالإنجليزي، تعمل وبقوة. أول ما بدأت أصلا بدأت لحماية مشاريع روتشيلد لما اتهم أنه يخترق العالم وأن هناك عائلة مجرمة تسرق وترابي، وكان هذا أول تأسيسها لحماية مشاريع روتشيلد ضد الغير. رضخ حتى للأسف اتحاد الكنائس، أكبر اتحادين للكنائس في أوروبا، وقع اتفاقية مع اليهود على أساس أنهم يحاربوا أي ويواجهوا أي معاداة للسامية. وللأسف وقع، كان يشمل هذا القرار ما يزيد عن 100 كنيسة في العالم. كذلك مؤسسات الخطيرة والفاعلة، وكذلك ترصد العالم العربي من أعمالها، هي معهد دراسات إعلام الشرق الأوسط، وهي مؤسسة تراقب بالذات النشطاء العرب والمسلمين أكثر تفرغها، ويبدو هي مخصصة للمنطقة، ولها موقع، ممكن أنت تشوف الموقع، اسمه موقع ميميري تي في، موقع ميميري تي في. كل المشايخ والدعاء الذين يتكلمون عن اليهود، تقوم هذه المؤسسة اللي هي معهد دراسات إعلام الشرق الأوسط بالذات من خلال المنابر الإعلامية، المحطات الفضائية، القنوات اليوتيوب، كل شيء إعلامي تبدأ تستجمعه
وتجعل على طاولة البحث وتكتب فيه تقرير، ومن ثم تبدأ تخاطب فيه السياسيين والمؤسسات الأخرى المختصة لمحاربة كل إنسان لا سامي أو معادي للسامية. هذه يمكن هي الآن هي تعمل وهي اللي بتتحرك في بعض الدول، وهي وراء اعتقالات كل النشطاء اللي بتكلموا عن اليهود أو عن الصهيونية أو نحوها. هي هذه يمكن أبرز المؤسسات اللي بتتكلم في هذا المجال. إذن إخواني، نحن يعني وقفنا اليوم على أكبر وأخطر كذبة من الأكاذيب التاريخية اللي انطلت حقيقة، وللأسف الشديد اللي جهلوا في التاريخ وجهلوا الجغرافيا وجهلوا الدين وجهلوا علم الأنساب والأعراق، انطلت عليهم هذه الكذبة. وللأسف أصبح كثير من المؤسسات ومن دول العالم تعمل مطية لخدمة كذبة اللاسامية، وخصص فيها وأصبحت احتكار يعني حصري لليهود للأسف الشديد، وانطلت على كثير من يعني دول العالم وعلى كثير من الجماهير عربية إسلامية أوروبية. إلا أنه حقيقة تجد بعض الوعي، حتى لا تكون الصورة تشاؤمية 100%، تجد في أوروبا الآن أصبح في وعي يقف أمام مشروع اللاسامية وكذبة اللاسامية هذه. يعني حتى لما صدر قرار جورج بوش في بتكليف الخارجية الملاحقة كل إنسان لا سامي، كانت هناك أصوات أمريكية اعتبرت أن هذا تحيز لليهود فقط، أنه كيف أنت بتأسس مؤسسة خاصة لليهود لملاحقة أي إنسان بتكلم عن اليهود؟ ليش ما أسست كيان منظومة كذلك تتكلم تلاحق يعني من يتكلم عن المسلمين، من يتكلم عن النصارى؟ ليش خصصت أو خصص اليهود في هذا الأمر؟ كذلك حتى في ألمانيا اللي هي كانت ولا زالت من أشد الدول للعلم، مش بقول لك هو حرية وكذا، إياك أن مثلا يجدوا عندك كتاب هتلر كفاحي، لأنه من أشد الناس ضد السامية كما يعتبرونه. الحديث عن اليهود، الحديث عن الصهيونية، هذا ممنوع، هذا ممكن يعاقب ويسجن في هذه الدول. على كل حال هذه كذبة ينبغي لنا أن نعي أبعادها، وأن يكون عندنا الوعي لمدافعة هذه الكذبة وتوعية الجماهير من ناحية عرقية. علم الأجناس يثبت هذا، علم التاريخ يثبت هذا، علم الجغرافيا ومكان السامي يثبت هذا، الشريعة الإسلامية تفتت كل عنصريات وكل أنواع الشعوبية وكل أنواع العنصرية هذه، وتجعل إن قول الله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه تكفي حقيقة، هذه الآية وجزء من آية للرد على اليهود. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.